أرسل عدد من كبار رجال الدولة برقيات التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد. حرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على زيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهاني، وتمنى لجميع الإخوة المسيحيين دوام الخير والأمن والسلام. كما قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. قاموا تقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وتم التأكيد على أن مصر ستظل قوية بعطاء كافة أبنائها، وأيضا ستظل في صف واحد ونسيج وطني قوي في مواجهة كافة التهديدات وكافة التحديات والمخاطر. بعث كذلك اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أكد فيها على مشاعر السلام، مشاعر المحبة والمودة التي تجمع كل أبناء الشعب المصري. أرسل عدد من كبار رجال الدولة برقيات تهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وحرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على زيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهاني، متمنيا لجميع الإخوة الأقباط دوام الخير والأمن والسلام. كما قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وأكد القائد العام أن مصر ستظل قوية بعطاء أبنائها ووحدة نسيجهم الوطني في مواجهة كافة التهديدات والتحديات. كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مؤكدا على مشاعر السلام والمحبة والمودة التي تجمع الشعب المصري.